لما كان دايما كل حوادث القطارات الكتيره اللي احنا شفناها على مدار السنين الطويله اللي فاتت، دايما كنت بستغرب هو ليه لازم المشكله، يعني احنا ما بنتكلمش على الـ على الـ على الازمه غير ساعه مشكله ما تحصل، وساعه ما يكون في ضحايا بالميات وبالالاف وبالعشرات وحاجات كتيره، يعني مش عارفين ليه، وليه نفس المكان، ليه العياط، ليه اماكن كتيره جدا بتكرر فيها نفس المشاكل بنفس الطريقه. هو يعني في اختراع مش عندنا؟ هو في حاجه؟ هو مفيش اراده اصلا للحل؟ اعتقد ان المشكله بشكل واضح ان في مشاكل كتيره الفتره اللي فاتت، قد يكون كان في اراده للحل بس مفيش استراتيجيه للحل. احنا عاوزين مسكنات، كنا بنتعامل دايما بنظام المسكنات. مسكنات يعني ايه؟ يعني النهارده في مشكله حصلت في القطر ده، طب نجدده وننظفه، طب الشريط نفسه فيه مشكله، الاشارات، كل التفاصيل الفنيه دي معلش هتعدي. طيب ايه اللي حصل امبارح؟ اللي حصل امبارح احنا كلنا شفنا توقيع على رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي على العقد بتاع معدة القطارات القاطرة الجديدة اللي هتكتشف العيوب الفنية في مسارات شريط القطر. هي دي حضراتكم اللي شايفينها على الشاشة، هي دي القصة، رغم ان هي تبدو بسيطة ويمكن في تفاصيل كتيرة جدا وحاجات كتيرة جدا حصلت امبارح في مجلس الوزراء، لكن بعتقد ان ده تجسيد لفكر مختلف الدولة بقت بتتعامل بيه مع المشاكل، مع مشكلة كبيرة زي مشكلة وكوارث السكك الحديدية. اعتقد ان احنا بنفكر بشكل مختلف وبحلول جذرية مش بس مسكنات.